السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم إحنا في عندنا تركيب الدكتور بعد ما شفنا عملية العزل، توصيل القطع التي يمكن توصيلها على الأرض. نبدأ إن شاء الله بعملية التركيب. مثل ما أنتم شايفين عملية التوصيل بعد التعليق نفس عملية توصيل قبل التعليق. يتم تجهيز السبورت ويتم أخذ المقاس المناسب والتنسيق مع شركة الديكور ويتم تثبيت براغي التعليق في السطح كما انتم شايفين. يتم تجهيز دكت للتوصيل. طبعا هاي القطع موصلة في البداية، تم تعليقها. راح يتم تكملة القطع المتبقية إن شاء الله. يتم تثبيت السبورتات. تحديد الارتفاع المناسب. مثل ما أنتم شايفين. يتم تجهيزها. هاي القطع جاهزة للتعليق إن شاء الله. هاي الغرف ما انتو شايفين سبلاي والريتيرن، هذا هو الجريل. تم تركيب الدكت في الغرفة. طبعا الدكت قبل في عندنا هون الريتيرن البو. الريتيرن البو يركب على الريتيرن على أساس تخفيف صوت شفط الماكينة من الجريل. يتم إغلاق الدكت لقطعة من القماش والفوستر لحمايته من الحشرات والطيور حتى تركيب الوحدة الداخلية. طبعا في عندنا هون زي ما انتم شايفين الدكت في توسع هون على أساس يتم خروج الهواء بالسرعة المطلوبة. كل هاي الأمور التصميمية إن شاء الله راح نعمل لكم فيها فيديوهات كيفية تصميم الدكت، رسم الدكت، عمل كاتينج ليست الدكت للمصنع، تجهيزها. طبعا هاي مثل هاي الماكينة معزولة بشكل كامل، عازل صوتي بشكل كامل الدكت داخل الحمام الدريسنج روم معزول عزل كامل عازل صوت. هذا الدكت كامل مع النك، مع النك توصيل للماكينة إن شاء الله سيتم عزله بشكل كامل بعزل الصوت. هذا الريتيرن. طبعا هاي الغرف اللي فيها هو الجريل. هذا السبلاي يتم تثبيت الدكت في الإطار الخشبي. طبعا عملية التركيب مستمرة. يتم سنترة للدكت حتى يكون عملية التوصيل سهلة، لأنه لازم يكون الدكت موصل مع بعضه بشكل
مناسب على أساس يكون في سهولة تركيب الـ S والـ C. يتم تجهيز السبورتات. هذا السبورت جاهز. يتم تركيب الاس في الاشرطور بتركيب سلايد تكت. يتم تعليق وتجهيز سبورت مثل ما بتشوفوا هذا الشكل. طبعا راح نورجيكم حاليا عملية تركيب وصلة من وصلات الدكت. والعملية متكررة في جميع الوصلات. يتم تركيب سي من الطرفين. هون هاي الغرفة دكت جاهز معلق. هذا الدكت معلق جاهز. بعد الانتهاء من تركيب سي عمليا دكت معي حاليا مثبت، قطعتين مثبتات مع بعض. يتم تركيب الالومنيوم تيب. بهذه الطريقة بعد الانتهاء من تركيب الدكت يتم عمل ميزانية للدكت كي تكون نفس الارتفاع بعد عن السطح. لهون نخلي حسب المشروع حاليا من 2 الى 3 سنتي بين دكت والسطح. يتم اغلاق الوصلة بالالومنيوم تيب. ومن ثم قص قطعة الانسوليشن المناسبة للإغلاق. توصيلها بالألومنيوم تيب.
يتم توصيل قطعة العزل. تثبيتها بالألومنيوم كيب في البداية. ثم يتم تركيب الألمنيوم كيب على كامل الوصلة. المرحلة التالية عملية تركيب القماش مع الفوستر. يتم قص القطعة المناسبة. وتغطيسها بالفوستر. ومن ثم تركيب قطعة القماش مع الفوستر حول الوصلة. تم قص قطعة بعرض كبير حتى يتم إحكام إغلاق الوصلة بشكل جيد. إن شاء الله كل الأعمال في كل المشاريع، طبعا كل الحالات، كل مشروع راح يختلف تصميم الدكت من مشروع لآخر. سيتم تصوير جميع الأعمال إن شاء الله. طبعا بعد الانتهاء من تركيب الدكت بالتنسيق مع شركة الديكور والجبس، سيتم فتح فتحات تكييف نكات الجريلات ان شاء الله في فيديو لطريقة القص والتثبيت، لتكون جاهز الدكت لتركيب الديكور عليه. يتم بلل قطعة القماش بالفوستر ويتم لفها حول الوصلة. يتم ترتيب قطعة القماش بشكل جيد.
للطرفين. بهذه الطريقة تكون الوصلة جاهزة، ويتم تكرير العملية مع كل الوصلات بهذه الطريقة. طبعا عملية التركيب مستمرة، تم تركيب الإلبو مع القطع الستريت وقطع الوصلات. المجموعة الثانية من العمال ستقوم بإنهاء العزل لهذه الوصلات. يتم عمل توسيع لوصلة الاس لتسهيل عملية تركيب الدك. يتم تجهيزها، ومن ثم يتم رفع قاطعة الدبت للتركيب. يتم تكرار هذه العملية مع كل وصلات الدكت حتى الانتهاء من كامل المشروع. طبعاً الطابق الأرضي شبه منتهي، في عندنا هون بعض الغرف منتهية جاهزة لفتح النت للجريلا. في عندنا فيديو ثاني إن شاء الله لعملية فتح النكات وتجهيزها. طبعا الدكت جاهز، معلق جاهز للتركيب لك الجريلات. حل مادة الفوستر بالماء، تخفيفها قليلا. بهذه الطريقة إن شاء الله نكون شفنا طريقة تعليق وتركيب التكييف المركزي. يعطيكم ألف عافية.